بسم الله الرحمن الرحيم. نادي الزمالك بيفقد نقطتين تاني في الدوري وبياخد خطوه للخلف، واللي بيبتعد عن ملاحقه النادي الاهلي بعد التعادل النهارده مع وادي دجله. نقطه هرب بيها نادي الزمالك ونقطتين في وجهه نظري خسرهم نادي وادي دجله بعد الاداء اللي شفته في الشوط الثاني على وجه التحديد. الشوط الاول لحد ما الدنيا كانت ممكن نقول سجال شويه بين الفرقتين، الشوط الثاني انا ما شفتش نادي الزمالك يعني بالسوء ده، حتى يعني اعتقد ماتش الجيش هو ربما اللي ممكن نقارنه بالشوط الثاني لنادي الزمالك. الشوط الثاني نادي وادي دجله اكتساح تام فنيا لكل حاجه، استحواذ، فرص، خلق مساحات، صنع فرص، تحركات بدون كوره، تحركات بالكوره. لعيبه نادي الزمالك الشوط الثاني كانوا واقفين بيتفرجوا على لعيبه وادي دجله وهم بيعملوا شو اشبه بالشو اللي بيحب الباسكت. كان زمان في فريق اسمه هارلم، كان فريق استعراضي، ما كانش فريق بيلعب في الام بي اي ولا حاجه، بس كان فريق استعراضي بيحبوا كده يعملوا شو كده، وكانوا بيروحوا بيسافروا حتى جم هنا مصر مره بيقدموا شو استعراضي للباسكت. اللي شافهم بالظبط هو ده اللي عمله نادي وادي دجله في الشوط الثاني ضد نادي الزمالك. كل حاجه ايجابيه كانت ليهم، كل حاجه سلبيه نادي الزمالك. طيب نادي وادي دجله، احنا طبعا عارفين ان نادي وادي دجله وتكيز دايما بيحب يلعب التيكي تاكا او الباصات الكتيره لغايه لما يوصل للمرمى. الامر بيخلي زمن الهجمه لوادي دجله ربما تتعدى في بعض الاحيان الدقيقه، وده وقت كبير جدا، وطبعا بيوصل للمرمى المنافس باكبر عدد من التمريرات مش باقل عدد من التمريرات. طيب نادي الزمالك لحد ما طبعا كفريق يعني بيبحث عن الانتصار، وفريق دايما بيلعب على الصداره، وفريق دايما بيهاجم كتير، فالمفروض انه بيوصل للمرمى باقل عدد من التمريرات. طيب ايه كانت المشكله النهارده نادي الزمالك وليه الفريق ظهر بالشكل ده على البورد؟ ببساطه دايما لما اجي بقول حتى دفاع متقدم، لما اجي برسمها على البورد بحاول احط البنات مثلا في الجزء ده، لكن النهارده وادي دجله كان حاطط رباعي الدفاع بتاعه بالظبط قدام خط نص الملعب، وشفنا ازاي بيقفلوا بيقللوا مساحه اللعب نادي الزمالك. ما كانش عنده مساحه انه يلعب بالكوره غير في الجزء ده بس. نادي الزمالك عشان يعمل بيلدنج اب بتاعه كان بيحاول يبدا يكون عند ابو جبل، ولغايه لما يوصل هنا. اول ما لعيبه نادي الزمالك كانوا بيوصلوا هنا كانوا بيقفوا مش عارفين يعملوا ايه، هنعمل ايه بالكوره. فكان ببساطه اول ما لعيب من وادي دجله يضغط لعيبه نادي وادي دجله بيضغطوا مش بيحلقوا، ويا ريت يعني ايه نركز على الكلمه دي كويس جدا. لعيبه نادي وادي دجله كانوا بيضغطوا مش بيحلقوا، فاللعيب اول ما يضغط بيجبر اللاعب نادي الزمالك مع الكوره ان ياخد قرار سريع، هو مش عارف يعمل ايه، فبياخد قرار. اول قرار بياخده على طول هوب العب الكوره الطوليه، وكان ببساطه بيحصل حاجه باتنين، لا الكوره بتروح لعبد المنصف حارس دجله ببساطه، او بتروح لدفاع نادي وادي دجله، او لاعب نادي الزمالك اللي جاي من العمق، او حتى في بعض الاحيان كان بيجمع الطرف كان بيقع في التسلل، وبالتالي نادي وادي دجله كان سريع جدا جدا في استعاده الكوره. ليه؟ الخطه كانت واضحه، قفل اسلوب اللعب على نادي الزمالك، اجبره ان ياخد القرار بتاعه في جزء من الثانيه، خليه متسرع، خليه دايما مش مركز، وبالتالي نادي وادي دجله نجحت خطته. على الجانب الاخر نادي وادي دجله كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيحضر التحضير بتاعه، يبدا يحضر الكوره واللعيبه بتنزل ويظهروا لبعض، دايما في لعيب بيظهر، اللعيبه دايما جنب بعض قريبه جدا. نادي الزمالك اللي في وجهه نظري المفروض ان هو لياقته البدنيه افضل من لعيبه وادي دجله، والمفروض ان هو بيضغط على المنافس خصوصا في الشوط الثاني عشان هو محتاج المكسب عشان يلاحق النادي الاهلي، لعيبته بتحلق، لعيبه نادي الزمالك في الشوط الثاني بتحلق على لعيبه وادي دجله. يعني ايه اقصد بالتحليق؟ تعالى اوريكم. لعيب نادي وادي دجله مثلا كان بيجي هنا اهو معاه الكوره، الوحيد بصراحه اللي ممكن كان بيضغط مصطفى محمد، فرجاني ساسي كان بيجي عند لاعب في نص الملعب منطقه خطره جدا، وكان بيقف او يفضل ماشي يقف هنا ويسيب المسافه دي. المسافه دي بتخلي لعيب نادي وادي دجله ياخد قراره مستريح جدا في التمرير، ما عندوش ازمه، ما عندوش اي ازمه وعنده اوبشنز. طبعا لعيبه نادي وادي دجله حافظين الحته دي كويس، بيظهروا لبعض، فعنده يمرر كده وعنده يمرر كده، وساعات بيرجعوا للكوره ويدوروها من اول جديد. طيب لعيب نادي الزمالك بقى بتعمل ايه؟ واقفه بتحلق، اول ما يقرب من الكوره وكان لعيب نادي الزمالك خايف ان هو يترقص. بيلعبوا خماسي، ساعات لما بتشوف لعيب قدامك بيعرف يمر او بيعرف يرقص انت بتخاف، ما بتحبش تخش عليه
عشان ما يبانش ان انت اترقصت او عمل تمريره كويسه من جنبك او حواليك. وبالتالي هذه الازمه لعيبه نادي الزمالك فضلوا سايبين لعيبه نادي وادي دجله يعملوا اللي هم عايزينه، للدرجه اللي خلت الفريق يصنع هذا الكم من الفرص. كارتيرون لو في حد هيشكره في الشوط الثاني هيشكر رفيق كابو، هيشكر رفيق كابو لعيب التونسي في نادي وادي دجله اللي فعلا ربما يكون بيتحرك كويس، انما ضيع كميه فرص بسبب الفينيشنج السيء جدا عنده في منطقه الجزاء. جات له كذا كوره في منطقه جزاء نادي الزمالك وضيعوها. طيب نادي الزمالك الغلطه الثانيه اللي عملها في الشوط الثاني ايه؟ انه فجاه انجرف لطريقه لعب نادي وادي دجله وبدا يتقدم بالدفاع. الشوط الاول كان الدفاع متاخر شويه، الشوط الثاني بدا نادي الزمالك كانهم بيقلدوا نادي وادي دجله وخلاص، بداوا يطلعوا لقدام عشان كمان يقللوا مساحه اللعب. لكن انت بتعمل هنا حركه مع فرقه هي بتعرف تعملها كويس، وبالتالي بدا نادي وادي دجله يكسر مصيدات التسلل بتاعه نادي الزمالك بسهوله جدا. انت عملت تكتيك واضح انت مش متدرب عليه، رفيق كابو قدر ان هو ورجب عمران وحسام عرفات قدروا يكسروا مصيدات التسلل نادي الزمالك في الشوط الثاني بشكل كبير جدا. الشوط الثاني كاننا الدرجه مقلوبه، نادي وادي دجله هو اللي بينافس على الدوري، نادي الزمالك هو اللي متاخر في الترتيب. الشكل كان غريب جدا بسبب قرارات غريبه كارتيرون خدها او اللعيبه خدتها من نفسها. في الاخر نادي الزمالك ظهر بالشكل السيء ده. كل العوامل دي اللي انا شرحتها لكم هي اللي خلت نادي وادي دجله الطرف الافضل في الشوط الثاني، الطرف اللي ضيع فرص كتيره. وطبعا ما اقدرش يعني برضو انكر ان غياب طارق حامد عن المباراه دي فعلا وضح الفقدان نادي الزمالك ليه مجهوداته، وطبعا صعب جدا على فرجاني ويوسف وهما في نص ملعب ان هم يعوضوا او يقدروا يصمدوا قدام الطوفان من الهجمات بتاعه وادي دجله واسلوب اللعب اللي فعلا لعيبه نادي الزمالك واضح ان هم ما اتدربوش عليه. نادي الزمالك كان بيتدرب تدريبته العاديه، ما تجهزوش لاسلوب اللعب ده، الامر اللي خلى نادي وادي دجله يقعد يعمل الشو الاستعراضي اللي شفناه في الشوط الثاني. نادي الزمالك فعلا بيفقد نقطتين جداد، وكمان على وجهه نظري بيخلي الدوري اقرب واقرب بكتير للنادي الاهلي، حتى اعتقد قبل ما نوصل لنهايه شهر مارس او حتى اول ابريل. ده كان تحليل سريع لمباراه نادي وادي دجله ونادي الزمالك النهارده في الدوري. شكرا جزيلا ليكم، كريم سعيد.